دكتور كلمنا. طبعا تفضل يا دكتور. بامتداد يا اخواننا للثقافة العربية وامتدادها في السودان وبالذات في المنطقة دي. طيب زي ما تفضل الباشمهندس بانه علي دينار ده طبعا له بصمات واضحة وتاريخ ناصع بأمانة، ونفتخر بالحاجة دي نحن انه كان في فترة من الفترات، يعني فترة ما طويلة تكاد تكون 20 سنة او كم 20 سنة بكسوة الكعبة. وطبعا الرحلة من دارفور إلى المملكة العربية السعودية دي في حد ذاتها نقل للثقافة من عندنا، طيب من السودان إلى السعودية ومن السعودية إلى السودان. فأوجه الشبه إذا مسكنا من إنسان المنطقة في حد ذاته كمثال، طيب من ناحية دينية الأسرة دي أسرة محافظة جدا، ما كأسرة السلطان علي دينار، وبنحيي من هنا أحفاده وأسرته. نترحم على بنته اللي توفت، نعم آخر الحفيدة، الحفيدة آخر الحفيدة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها في سعادة إن شاء الله يا رب. اللهم آمين.